السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقه عمل الشنطه. الشنطه دي شنطه كروس، هي صغيره، حجمها صغير، تمام. ده شكل الشنطه، تمام. والدراع بتاعها طويل عشان هي كروس، تمام. مبدئيا كده انا هوضح لك ازاي تنفذ الشنطه دي بالتفصيل قبل ما ابدا الشرح. لو اول مره تشوفوني معاكم اماني، ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وكمان تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد، وتضغطي لايك للفيديو. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل الشنطه. طيب بالنسبه للادوات اللي بستخدمها، انا بستخدم خيط خيش، الخيط ده، تمام. وبستخدم معاه ابره مقاس 4 ملليمتر، بستخدم ابرة تنظيف ومقص. هي دي الادوات اللي بستخدمها مبدئيا كده الشنطة دي. وكمان منظورة، المنظورة عشان تقيسي تعرفي طول وعرض الشنطة اللي انت هتعمليها او هتنفذيها. عرضها حوالي 12 سنتي، تمام، وطولها حوالي 20 سنتي، الطول بتاعها بالشكل ده، ده 20 سنتي. طيب والدراع طوله حوالي من متر لمتر وعشرين سنتي علشان كروس. هي الشنطة دي شنطة تقدري بتبقى تتلبس كروس، بنحط فيها الموبايل، اغراض بسيطة زي مثلا فلوس بسيطة، بتحط فيها حاجات بسيطة، تمام، بتبقى كروس كده وعملية في اي خروجة بسيطة، خروجة الخروجات السريعة بمعنى اصح، او خروجة عادية يعني لو بنوتة صغيرة كده بتلبسها كده خروجة بسيطة، مش واخدة اغراض كتيرة فيها. اوكي، هنبدأ دلوقتي مع بعض علشان ننفذ. هنبدأ دلوقتي نشتغل القاعدة، ده شكلها، تمام. وعشان انفذ القاعدة بحتاج ان انا اسيب حوالي 40 سنتي، 40 سنتي خيط الاول في البداية اهو، بتقيسي كده بالمزورة 40 سنتي، وبنبدأ نشتغل بعد كده. بعد 40 سنتي هنبدأ نعمل عقدة البداية، تمام اهو، عملت عقدة البداية. بشتغل 16 غرزة سلسلة، دي بسم الله، 1 2 3 4 5، وهكذا لحد ما اكمل 16 غرزة. كده عملت 16 غرزة سلسلة. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشتغل ازاي، بسيب الغرزتين، بدخل في الغرزة الثالثة من ظهر الغرزة كده بالشكل ده، في ضلع من ظهرها بدخل فيه وبعمل غرزة حشو، تمام. بكرر الضلع دوت، تمام، بدخل فيه وبعمل غرزة حشو. ببدأ اكرر كده لحد ما بوصل لنهاية السطر. انا كده وصلت لاخر غرزة، وفي اخر غرزة هنبدأ نشتغل 3 غرزة حشو. بدخل في الغرزة نفسها، مش بدخل في ظهر الغرزة، تمام، بدخل في الغرزة نفسها كده، تمام، وببدأ اشتغل. ادي 1 2 3 بالشكل ده، عملت 3 غرزة حشو، بشد القطعة بتاعتي بالشكل ده، تمام. الخطوة اللي بعد كده باخد الخيط اللي انا سبته في البداية ده، باخده على الطرف بتاعي، انا بعمله كداعم للقاعدة، عشان كده سبت 40 سنتي، لان القاعدة كلها همشي بيها كده الخيط ده كله، تمام. بدخل كده فوق كل غرزة هبدأ اشتغل غرزة حشو، تمام. ادي كده اول غرزة بعمل فيها
الحشو. تمام. واللي بعدها كمان غرزة حشو. اهو. بكرر كده لحد ما بوصل لنهاية السطر، وفي نهاية السطر هوضح لك هكمل ازاي. طيب انا كده وصلت لاخر غرزة، في اخر غرزة هشتغل فيها 2 غرزة حشو. تمام. دي 1 2. تمام. وبدخل في اول غرزة اشتغلتها كده وبقفل بمنزلقة، وكمان الخيط ده باخده معايا على الشغل كده بالشكل ده. تمام. كده قفلت السطر بتاعي وبرتفع بغرزة سلسلة، هبدأ اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. تمام. اهو بدخل في الغرزة كده بدخل في الغرزة بعمل حشو، بدخل في الغرزة نفسها كده وبعمل حشو لحد ما بوصل للتلات غرز اللي احنا عملناهم تزايد اخر السطر. تمام. وصلت انا كده وصلت للتلات غرز التزايد اللي احنا كنا عملناهم. بشتغل اول غرزة بشتغل فيها 2 غرزة حشو. تمام. دي كده 2، واللي بعدها كمان بشتغل غرزتين حشو. اهو كده بدخل في الغرزة كده نفسها وبعمل حشو. دي 1، دي كده 2. تمام. اللي بعدها برضو، يبقى انا بشتغل في الثلاث غرز التزايد بشتغل فوق كل غرزة غرزتين، بيصبح عندي كده 6 غرز في الجزء ده. تمام. اهو كده اخر غرزة عملتها غرزتين في نفس الغرزة. والخطوة اللي بعد كده ببدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل للتزايد اللي في الجنب التاني برضو بالشكل ده، فوق كل غرزة حشو. انا كده اهو وصلت للغرزتين التزايد، ادي اول غرزة بشتغل فيها بدخل فيها بعمل كمان غرزتين، ده طبعا اخر الخيط اللي هو كنا سايبينه في البداية برضو بناخده على القطعة بتاعتنا. ادي 1، ادي كده 2. تمام. والغرزة اللي بعدها كمان غرزتين، بدخل كده 1 2. تمام. واخر غرزة اللي هي قفلنا فيها بمنزلقة الغرزة دي، تمام، بندخل فيها بنعمل غرزة واحدة بس. تمام. اهو بالشكل ده، وبدخل في اول غرزة وبقفل السطر بتاعي بمنزلقة وبرتفع بسلسلة. ادي كده شكل القاعدة بتاعتنا بقت معانا بالشكل ده. تمام. بعد ما ارتفعت بسلسلة هنبدأ نشتغل دلوقتي. خلاص كده خلصنا القاعدة بتاعتنا. تمام. هنبدأ دلوقتي نشتغل ازاي. بدخل في الغرزة اهو، بس في حلقة امامية وحلقة خلفية، بدخل في الحلقة الخلفية من الغرزة وبعمل حشو. تمام. الحلقة الخلفية كده واعمل حشو. اهو بدخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو. تمام. اهو
بكرر الخطوة ديت لحد ما بوصل لنهاية السطر. ونهاية السطر بتاعنا بيبقى فين؟ القطعة كلها كده فوق كل غرزة غرزة حشو، بس في الباك لوب او في الحلقة الخلفية من غرزة لحد ما بوصل للغرزة دي. هكرر وهوصل للغرزة دي وهرجع اوضح لك هكمل ازاي. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر، وفي اول غرزة بدخل وبقفل بمنزلقة تمام، وبرتفع بسلسلة. الخطوة اللي بعد كده ركزي معايا في الخطوة اللي انا هشتغلها، ادي غرزة الحشو بتاعتنا تمام. غرزة الحشو بتاعتنا زي ما انت شايفة بالشكل ده تمام. مش بندخل في الغرزة، مش بدخل كده فوق في طرف الغرزة تمام، هدخل كده هنا على الغرزة من تحت تمام. طيب ازاي بقى؟ بسيب اول غرزة مش هشتغل فيها، بدخل في الغرزة من تحت كده هنا اهو تمام، وبعمل فيها اتنين غرزة حشو، واحد ادي واحد اتنين تمام. بسيب غرزة هدخل في التانية، هكرر الخطوة، هشتغل اتنين حشو، واحد اتنين تمام. بسيب غرزة بدخل في التانية بعمل اتنين حشو، واحد اتنين تمام. ببدأ اكرر الخطوة ديت لحد ما بوصل لنهاية السطر. بسيب غرزة وبندخل في اللي بعدها، بنعمل كده، بنعمل اتنين حشو، واحد اتنين طيب انا كده كررت ووصلت لنهاية السطر. الخطوة اللي بعد كده تمام، ادي عندي في غرزة مش بنشتغل فيها طبعا، وبنشتغل في الغرزة اللي بعدها اتنين حشو، واحد ادي كده واحد اتنين بالشكل ده تمام. وبدخل في اول غرزة وبقفل السطر بتاعي بمنزلقة بالشكل ده تمام. ادي شكل السطر بتاعنا بقى معانا بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشتغل ازاي. ادي عندنا غرزة وعندنا غرزة تانية، بنسيب اول غرزة بندخل في الغرزة التانية في الضلع بتاعها ده كده بالشكل ده، وفي الغرزة نفسها اللي تحتها تمام. يبقى بندخل في الضلع بتاع الغرزة ديت والغرزة اللي من تحت دي كده، وببدأ اشتغل اتنين حشو، ادي واحد اتنين تمام. اكرر الخطوة، بسيب الغرزة دي ادخل في الضلع بتاع الغرزة دي والغرزة اللي تحتها نفسها الغرزة الحشو دي، بدخل فيها تمام، وبعمل اتنين حشو، ادي واحد ادي كده اتنين تمام. طيب بكرر، بسيب الغرزة دي وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل في الضلع بتاعها، وبنشتغل اتنين حشو، واحد اتنين. بنكرر كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر، دي واحد اتنين تمام. ندخل في الضلع كده في الغرزة اللي من تحت وبنشتغل اتنين حشو، واحد اتنين. هكرر وهوصل لنهاية السطر، هوضح لك هنشتغل ازاي بعد كده اهو. طيب انا كده ارتفعت بالاسطر زي ما وضحت لك لحد ما وصلت للطول اللي انا محتاجاه، والطول اللي انا محتاجاه كان 20 سنتي زي ما وضحت لك كده. وده شكل الغرزة بقت معانا بالجنب، طالعة زي كروس كده بالجنب كده زي ما انت شايفة. التقفيلة بقى اللي هنقفلها بعد ما بتوصلي للطول اللي انت عاوزاه تمام. التقفيلة هنقفلها ازاي؟ هنبدأ نعمل على الاطراف غرزة الحشو العكسية او المعكوسة
طيب ازاي؟ دي اخر غرزة اهو، يعني اخر غرزة اشتغلناها. تمام، بنبدأ ندخل في الغرزة دي وبعمل غرزة حشو عادية. تمام، وبرتفع بسلسلة بالشكل ده. تمام، ببدأ ادخل في الطرف اللي قبله المعكوسة او العكسية، ان احنا مش بنمشي كده، بنمشي عكس الاتجاه اللي احنا هنمشي فيه. تمام، طيب ببدأ ادخل في الغرزة دي اهو اللي قبلها على طول على الاطراف، يعني ادي الغرزة بندخل هنا كده بالشكل ده اهو، بدخل هنا كده. تمام اهو، طيب بدخل، بس بتكون معايا الغرزة دي اللي على الابرة، بمرر الابرة هنا كده وباخد لفة واطلع من الغرزة. تمام، بيتكون عندي حلقتين، باخد لفة واطلع من الحلقتين بالشكل ده. تمام، بدخل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة. تمام، واخد لفة واطلع من الحلقتين كده. تمام، بكرر الخطوة، بدخل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة. تمام، بتكون عندي الحلقتين دول، باخد لفة. تمام، بناخد لفة ونطلع من الحلقتين كده، بفضل اكرر لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر، واخر غرزة في السطر هنعملها مع بعض. انا طلعت بالحلقتين كده، باخد لفة واطلع من الحلقتين، وعندي هنا اول غرزة ابتدأنا بيها، بعملها بقفلها بغرزة منزلقة اهو. ادي الغرزة بدخل فيها وباخد لفة واطلع من الغرزة كده بالشكل ده، وبعمل غرزة سلسلة وبشد الخيط بتاعي كده وبقص الخيط. تمام كده، وببدأ اجيب الابرة، ابرة التنظيف، وبنبدأ ننظف الخيط بتاعنا، بنداريه في الغرز كده من جوه. اهو هو بيبقى عشان الابرة سميكة شوية، فبتبقى ايه، صعب ان انت تمرريها. ببدأ ان انا هداري الخيط من جوه كده لحد ما بقفل الخيط خالص. تمام، هكمل وهنرجع مع بعض نعمل الدراع الكروس الطويل بتاع الشنطة. هنبدأ دلوقتي نشتغل الدراع الكروس، وعشان ننفذه ببدأ اعمل عقدة البداية. تمام، وبرتفع 2 سلسلة بالشكل ده زي ما انت شايفة، بسيب السلسلة الاولانية بدخل في التانية، دي عقدة البداية خلاص مش هنشتغل فيها. تمام، هندخل في الغرزة دي، باخد لفة واطلع من الغرزة، واخد لفة وعندي حلقتين على الابرة، باخد لفة واطلع من الحلقتين، وفضل في الظهر كده في جزء في غرزة، بدخل في الغرزة دي كده. تمام، وباخد لفة واطلع من الحلقتين بالشكل ده. تمام، بعد كده في حلقتين هنا كده بتعود الغرزة، بنلف القطعة وبيبقى في حلقتين بالشكل ده. تمام، باخد لفة واطلع منهم، من الحلقتين بس، ملناش دعوة بالحلقة دي. تمام، واخد لفة واطلع من حلقتين، بكرر الخطوة اهو. تمام،
بالشكل ده كده. اهو بكرر الخطوات بنفس الطريقة لحد ما بوصل للطول اللي انا محتاجاه من الدراع. والطول بيبدأ معاكي من 100 سنتي، يعني متر لمتر وعشرين، اكتر من كده مش بيبقى اطول. ممكن تعمليه متر و5 سنتي، متر و10، متر و15، متر 20، اقصى حاجة على حسب ما انت حابة. فبكرر الخطوات كده وهوصل للطول، وهنرجع نثبت الدراع بتاعنا اهو. طيب انا كده ارتفعت ووصلت للطول اللي انا محتاجاه بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ نبدأ ان احنا نثبته بس من جوه. تمام، هنثبت الدراع بتاعنا في القطعة نفسها. احنا هنا كنت سايبة حتة طويلة فبمررها في الابرة. تمام بالشكل ده، وبنبدأ نحدد المكان بحيث ان هو يبقى في النص على الطرف كده في النص اهو. بتطبقي القطعة بتاعتك كده بحيث ان انت تقدري تحددي الجزء بتاعك. طيب اهو ببدأ امررها الاول هنا كده اهو. تمام، وببدأ ان انا امرر القطعة بالشكل ده. هبتدي ان انا اثبت كده بنثبت القطعة بتاعتنا لحد ما بتثبت معانا. بتفضلي كده رايح جاي لحد ما بتحس ان هي ثبتت، وبعد كده بنقص الخيط. تمام، بكرر الخطوة ونفس الطريقة دي هنفذها في الجنب ده كمان. بثبته هنا وبنفس الطريقة بإبرة التنظيف وبنثبت بالشكل ده. هثبته وهرجع اوضح لك الشكل هيبقى معانا ازاي. طيب انا كده ثبت القطعتين بالشكل ده زي ما انت شايفة وزي ما وضحت لك، وادي الشكل النهائي معانا بقى معانا بالشكل ده. طريقتها يعني نوعا ما سهلة. اوكي، هي بس شدة الخيط بتاخد وقت معاكي في الشغل. والشكل النهائي معانا بقى معانا بالشكل ده. وفي نهاية الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا في القناة، وكمان تفعلي زر الجرس وتضغطي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد، وتضغطي لايك للفيديو. ولو عندك اي ملحوظة او اي استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو، او تقدري تسأليني على صفحتي على الفيسبوك وكمان على انستجرام. هتلاقوا لينكات الصفحات دي في الوصف اسفل الفيديو. وكمان تقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. كل لينكات الصفحات دي هتلاقيها في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.